الخبر الاول اللي اللي عدنا عن قمر مار إيمو مار ولاهم واخيرا عن الصلح التاريخي اللي صار ما بينهم يا حبايب ما يعرف انه قمر مار كان مسوي حفله بمناسبه وصول حسابها ل 2 مليون متابع إيمو كان معزوم على هذه الحفله قمر نزلت هذا الستوري تشات وياه قد ما حتعرفون كل شيء ولكن في فيديو يوتيوب هذا خلى متابعين يا حبايب ينقسموا قسمين قسم اللي فرح انهم ما رجعوا صالحوا ويا بعض والقسم اللي صار يتهجمون على قمر الطائي بالنسبه لساعة سببيه يا حبايب ما تعرفون انه ايمو مان هو عنده مشكله ويا نور مار صار فترة طويلة هذا الأخلاق القمر قمر عليهم بحث نزل هذا الستوري كان كتب عليه فديتني ايش قد ضاغطة عالم وليه تقصد متابعين نورمار وحتى متابعين يارا فكل ما علينا ننتظر المقطع اللي راح ينزل يوم ونعرف كل شي صاير بيناتهم نضغط حاليا النور ما تنزل هذا الفيديو بيا برخوم لو وش صار يتهجم بيه على احمد ابو الرب بنفس الوقت صار يفضحها انه هو شخص جذاب فقصة كلها بلشت يا حبايب من بيوم الايام احمد ابو الرب هذا المقطع تبع عنوان لازم نحط حد الجيش اليوتيوب تنوع ما قاعد يتهجم على نور مار جيش الجلادين هذا يخلى نور انه هو يعصب ويحذف له الفيديو هذاك الفتره في يوم احمد ابو يا حبايب طلع شويه ستوري صار يتهجم بها على نورمار صار يقول السترايك اللي اكله هو عباره عن ظلم ولكن بالمقطع اللي نزله امبارحه يا حبايب نورمار واحد من الاسئله برهم سال هي انه هل انت تكره احمد ابو رب فهو رد انه ما يكره احمد ابو رب لكن احمد ابو شخص جذاب واتهم انه هو طاس تراك ولكن نورمار يقول هو من طاس تراك فما ادري صراحه شو تقول يا حبايب لهذا الموضوع من هو الجذاب هل هو نورمار او احمد ابو رب لقطه شوفوها قال بتكره انا ما بكره حدا بس هذا يوتيوبر ولا بحقد على حدا بس انه خلص ببعد هو بطريقه وانا بطريقه لانه غلط كثير طيب وانا ما عملت له شيء ابدا ما في نيه حتى صالح حتى, طيب. حتى حتى السترايك اللي حكى هو عنه انه انا ضربته سترايك كذاب ما في سترايك لا حذفت له الفيديو بس لانه السترايك ما في سترايك على ما في استرايك القناه ما سترايك اي سترايك بتاكله بتب اسمه ما بتحس تنشر لا انت بتعرف هذا الشيء ما بعرف هذا الشيء اوكي يا حبايب حب اضيف شغله واحده طبعا انا في وقف احد ولا قاعد اكذب اي احد بيهم لكن معلومه ما, ما غلط قالت بهذا المقطع في الحب اني يعني انه شخص ياكل يا حبايب عادي يقدر ينزل مقاطع على قناته باليوتيوب ماكو اي مشكله انا ما كان حالي اربع سترايك على القناة وقاعد انزل مح... انحرمت اي يوم يعني ولكن الشخص اللي يحذف مقطع ارشادات محتوى اللي يكون عنده دم او شيء يعني مؤذي للاطفال بالمقطع مالته هنا يحذف ارشادات محتوى ويبي منع من تنزيل المقاطع لمده اسبوع كامل ولكن نور المفروض انه هو طاح احمد ابو رب سترايك على كل بالكومنتات من تشوفون هو الصح نور ولا احمد ابو رب على كلهم بنهايه نهايه المشكله وتصالحوا مثل ما تعرفون قبل كم يوم وطبعا نفس الفيديو يا حبايب صار شيء كلش صدمه واللي هو واحد من الاسئله اللي تسألها برهوم انه هل انت على علاقه حب واحد من اعضاء الفريق اللي كان وياك اللي هو ياما قمر مار يا يارا ما حتى نيرمين فهو قال ياب اكو علاقه حب كان ما بينهم هل تتوقع يا حبايب انه هو قال واحد من هذول الاسامي او يمكن قال القطه مالته على كل ما ادري احط هذه اللقطه يا حبايب شوفوها انت بتحب بنت من الفريق اللي هي <applause> 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 اي ولا لا ايش رايك؟ ما بعرف لا لازم تعترف ايه الصراحه ايه حباب حبا لا والله طب ليش ما عم تقول للعالم انك بتحبها؟ يو وبختام عن نورمان يا حبايب المقابله اللي سواها على القناه العربيه الواحد من الاسئله المهمه اللي سالوها هي هي عن اغنيه الجديده اللي اعلن من خلال انه هذه الاغنيه يا حبايب راح تنزل لكم قريبا واللي راح يتم تصويرها بدبي ان شاء الله ربطكم اللقطة شوفوها بالنسبة انه في غنية تانية ايه يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله راح يكون تصويرهم في دبي اه حلو اسمها ايه لا ما راح اقول اسمها يا <applause> حبايبكم انتاج قبل تحبسين لغنيات نورمار جديدة نروح حاليا الانس واصاله وسفرهم حاليا من الاردن وسفرهم لمصر فريزا شيء سوريا كان من داخل مطار ومن داخل الطياره فلو فخم يا رب ان شاء الله يوصلوا بالسلامه واكتبوا لي احباب بالكومنتات جيتوا قد الاشياء الخرافيه اللي راح يسووها بمصر ننتقل حاليا لوسام تيكيتو يا سو تنزل لهم هذا الستوري كان يعلو من خلاله انه راح ينزل مقطع اليوم يا حبايبي راح يكون تكمله للمقطع اللي نزل امبارح في مال سفرهم في اليوم يا حبايبي راح يجيكم مقطع على قناه ففلبو الساعه بالاربعه فكتبوا الكومنتات متحمسين له ونتقل حاليا رايدر رد على محمد جواني فبعد ما نزل هذا الكليب يا حبايب ولد صغار كان دس على ريدر وسام تيكت ريدر نزل هذا الستوري يقول اوكي انت ريدر بس من جولي شيك بعد يسال المتابعين هل صار وقت كرنفالي عمود ينزل ديستراك على جواني وبالستوري بعد يا حبايب سوى نوعا ما البرومو مال الجديده خلصها بيوم واحد ما شاء الله بعد ما خرج المجره <أكلم> <مفهوم> <أكلم> تقولون <applause> الكومنتات ايش قاعد تحسين الدسترايد اروا بس صلاح حباب لها مقطع المقطع تمقطع جوكم لسه تفجروا هذا المقطع باللايكات احبكم بالنسبه لي سألون على المقطع 500 الف خلص انتظر راح ينزلكم ان شاء الله بالفتره بس انه شويه علي ضغط فان شاء الله ينزلكم بالفتره وبس احبكم مع السلامه